محمد عمر أحمد اليماني، اشتغل بنجر، وغصتي أشربها عادي، عطشان أبغى أشرب زيوت أشربها زي ما أشرب الموية أو العصير، هذا من ناحية الزيوت، والشحوم نفس الحركة، يعني المهلبية حقيت حلات. طعمه تمام ما شاء الله، شربتها 34 سنة، يعني قبل بعد ما جت بشهرين، هي شرب بنزين عادي والله. من أنا شوف دوامي من الساعة 9 الصباح فبالليل يكون قد شربت 4 علب، 4.5 أحيانا 3. بس لا كشفوا عليه، بس عشان يكشفوا عليه، وطبيعي تستغربوا في